أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. الفضلاء والفضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من رب الرحيم. خلال اليوم السابع من شهر ديسمبر 2023، وأثناء هذه الندوة القيمة المنعقدة بفاس العاصمة العلمية والثقافية للمملكة المغربية، أتقدم بالشكر لكل من يساهم في سبيل خدمة اللغة العربية، وتحديدا لليوم العالمي للغة الضاد، من أجل الاستعمال اللغوي الصحيح. أقترح على أولي الألباب، وأهل فصل الخطاب العمل على إنشاء إدارة عامة مغربية، مكونة من مصالح ولجان مختصة لمراجعة وإصلاح الأخطاء الشائعة في اللغة العربية وأصول المخاطبات الرسمية والأخطاء الكتابية الشائعة. وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على ما جاء على لسان المواطن الغيور محمد بقاري السباعي الإدريسي. وأتقدم بشكر جديد لكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة القيمة من دكاترة أجلاء. لقد استفدنا الكثير من هذه الندوة، وأتمنى لهذه الجمعية التوفيق والاستمرار في عملها وعمل كل من يعز المملكة المغربية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم سيدي عبد الحي الرئيس. مرحبا. شكرا على مواصلة العمل في خدمة للغة العربية.